خويا تعال بس عندك راديو 88.4 حط نجمة فين؟ قالك ما عنديش. لا لا ها مش حطها مش حطها. قالك ليه ليه قالك ليه ليه ليش ما عندك؟ عسلامة مدام شحوان بس عندك راديو حط نجمة فين 88.4 أيه. شو اسمك مدام؟ حنان. تحيل مدام حنان. تحيل مدام حنان. طيب ونستور رايش سمح. أي ما تسكرش وما تسكرش السيركولاسيون كمان. بلا كيفاش بدل فريكونس تسكر السيركولاسيون. سلام عليكم. الله عينك سلوى جيرك. سلام عليكم. قولك في طقس اليوم. طقس تعمل كيف؟ وين ماشيين تاو مروحين للدار ولا خارجين تحت؟ تعملوا دور ايش بيه ايش بيه يعطيك ساعة ما زلت رجال كيفك هيك ترهد نساها وتخرج نساها. هاك عامله جوا ماذا ما تمدعش بعد ليك انا راجي وخليني في الدار ولا يخرجني هانو كل شيء بالمكتوب كان عاملتك فضيحه ما دار نسابك اوكل الفيديو تخليش دوم النجمة فهم تاو هانو خرج مرته مش عم بها دورة ربي يخلي لك صغيرة نموت على الفضايح حلاني نموت على الفضايح ربي يخليك اخوي ربي يخليك تعال تاكسي 217 تعد هيجري تعد هيجري اهلا وسهلا اخذ غادي وجيك لحظة برك لحظة سكونت اخذ غادي ايوا بدل الفريكونس بارك الله فيك يا مدام بارك الله فيك السيف بارك الله فيك علاش اش فما بارك الله فيك من باب الاحترام وباب المبدا نعم يا نعم من باب الاحترام نعم قدك تعال وجهك لا بديش نحولك بس عليك صباح هاي هاك عمر الوريخ اتفضل هاي خلينا نشوف شكون في الواشه مع راس تعال وجهك لا سيدي السلام عليكم عسلامة عليكم اش نحوالك؟ اشكون فيكم قادمة على عرس؟ اشكون فيكم عندها عرس في العيلة؟ حتى واحدة؟ انت يا مدام عندك شكون عرس في العيلة؟ بالله شكون عندك يا مدام؟ بنت اختك شاء الله ربي يخليها لك شنو اسمها؟ سندة قدموا لها تحية سندة مدام خلي عندك الوريقة دي عمرها لنا لعل يكون عندك الزر وتربح سندة صالة بمناسبة قادمة على عرس هاكا نهديوا لها صالة تقول لك لنا خذاني صالة ما نعطيهاش لسند ايه تمشيش تاخو انت الصالة ما تعطيها لهاش برا عمر الاسم واللقب نتاعك والنوم اشكون يا سيدي عنده امشي وليو يعاودوا يعرسوا 88.4 من 88 كهرباء عمر يا مدام وخذ راحتك صبا ماشي الجو الخدمه مريقله صبا خليها تو فما فرضيه يقولوا الكلاو الناس ما يخلصوش في قطعه موجوده هذه بما انك انت لواش بالحق وكيفاش تواجهها الحكايه هذه شنو تعمل؟ هرب هرب الله غالب بالله بترسب دفع الله ما كان عظم هذه الكلمة سكتني بها القناعة وكنز النايفني أكلوا عندك الحق الله غالب دوك طلوس تكمل تبدل كلك فريكانس تاو هاي تحب نسمعك ناس اللي تبدل لهم في فريكانس كرايبهم طلوس الله يبارك الله يبارك الله يبارك ربي يصلي في طلوس لا 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 يا معلم ربي يصلي في طلوس راهو خويا لا لا راهو خويا راهو ما نحبش فيه هاكا قالك لا شميتي شميتي زايد ما صليوش فيه طلوس عندك سيلو اللي يحب ربي خلينا نحسبوهم نحن اول شيء اللي يحب نسخفوا على طلوس يكتب لنا كومنتير يقول اسخف ولا صلينا فيه ولا اليوم هاشتاج هاشتاج اسخف والا هاشتاج انزل عليه ونحسبوهم انزل عليه قداش من واحد واسخف عليه قداش من واحد دونك يا انزل عليه يا اسخف عليه في لي كومونتير نتاعكم ونحن هتا ونفهم راسنا من ساسنا ونعرفوا على شنو نعملوا شنو واش قادمين يا خويا ما هو الشعب هو اللي يقرر ديمقراطيه نحن برامجنا ديمقراطيه المستمعين هما اللي يقرر السلام عليكم السلام عليكم يا اسخف يا انزل شميتي يا اصحابي وينهم انزل عليه قول تكي هيك عمر هيك تكي عمر انا جيتك عشان ما نمشي حول 88.4 ما فين هاي البرش انزل عليه انزل عليه حطوا لي كومنتير انزل عليه مش اسخف عليه ما عنديش ديل وتكي انا مش عارفين الله الله اسمك يا مدام استنى ايش تعمل مدام استنى شنو الجو ارشي تكت تكسر في الراديو مش اسمه بعض نقص بك زيت يا مدام سنة وارشيتكت بالعربي ايش معناتها؟ ارشيتكت معناه مهندسة مهندسة خلفية ولا ديكور ايش نعمل ديكور؟ بني عندي واحد يسمع معي اسمه سليم ما في ميت شيخ كان يجيبوا لك نار برقشوا لنا شوية هيك
خلي نور لي وجهي قدام العباد المحشومه نهزوا معايا ونحشوا ساعات بالحقيقه انت قلت عز الناس هذوما من اللي فان نتاع سليم نعرفهم راه اي واللي فان نتاع تلوس الحمد لله ونهبطك تكسب 150 خلي تكسب لحظه هذه ثم يا سليم بربي يا سليم انزل عليه عفيف عفوفه هذا مجمعتك انت نعرفهم كشمعتين نمر واحد دلولة برهان قال تسخف عليه يا سليم يرحم والديك دلولة برهان زاد معك تحيتك 1551 باهي عندنا تعادل تو انزل عليه وسخف عليه دلولة برهان اهلا وسهلا السلام عليكم مدام دوك ايوه مبروك علينا اللي يحبني نسخف على طلوس ولا نقصوا عليه وكذا يخلي لنا كومنتير اسخف عليه واللي حبنا ننزلوا عليه خلي لنا كومنتير انزل عليه دونك فما اللي قال لي الرحمه ليه يا سليم عماد العربي تحيه ل 1400 وحين بشرى قالت اسخف عليه بارك الله فيك سنين سنين تعادل زاد انزل وزيد انزل وزيد انزل ربيع انزل عليه وسام كلها باش تنزل عليه يا مدام يا مدام اشترك يا عواد على الصغريت ويا عواد على طول فيه شو معناك بانه تصور على الفيلم وليد ربي خليك يا سلومه يا باهي هات البيسه ماش عمك تطلوش يا سلومه حيت يا سلومه اه الجماعه بدي العيله الكل في المال من تالي وماشي في المال من تالي والله انا سمعتك حطيت 88 تفضل هذا حط 88 4 عمر شنو الاسم اخوي محمد سكر قدام على الخراب وعلى السيركيلاسيون سكر هاي الورق هاي الورق هاي الورق إليف إليف عياري اسخف عليه ودالي زياني قال ينزل عليها ما مش برش تحياتك 861